صنع في العرب، الخبر إليك أقرب، اشترك معنا. بعد المغرب، الإمارات تسحب قوتها من الأزمة اليمنية وسط خلاف مع السعودية. ذكرت تقارير غربية أن الإمارات العربية المتحدة تستعد لسحب معظم قواتها العسكرية المرابطة في اليمن بأسرع وقت ممكن، وأشارت وول ستريت جورنال إلى تأهب الجيش الإماراتي المتواجد باليمن إلى الانسحاب والخروج بأقل الخسائر الممكنة من حرب طال أمدها بشكل لم يكن متوقعا. وعزى خبراء قرار الإمارات بخلافات بين أبو ظبي والرياض حول إدارة الأزمة. في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية أجنبية أن الإمارات بدأت انسحابها من الحرب في اليمن من خلال سحب جزئي القوات من العديد من المناطق اليمنية والتي كانت تسيطر عليها، وهي التي تعد أحد أهم ركائز التحالف العربي إلى جوار السعودية. وربطت المصادر عملية انسحاب الإمارات من الأزمة في اليمن بتزايد التهديدات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والناتجة من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من تعرض القوات الإماراتية للاستهداف في اليمن. من جهتها، كشفت مصادر حكومية يمنية الأربعاء عن بدء انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من محافظة مأرب شرقي اليمن، في حين حلت مكانها أخرى سعودية تابعة للتحالف الذي تقوده الرياض بالشراكة مع أبو ظبي. ونقلت قناة الجزيرة عن تلك المصادر لم تسميها قولها إن القوات الإماراتية المتواجدة في منطقة السرواح في مأرب بدأت انسحابا جزئيا من قاعدتها العسكرية المتواجدة في تلك المديرية. وأشارت إلى أن قوات سعودية حلت مكان الإماراتية، كما استبدلت أيضا منظومة البوتريوت الدفاعية، موضحة أن انسحاب الإماراتيين جاء بدون تنسيق مع السلطات اليمنية. وكانت وكالة رويترز كشفت في 28 يونيو الماضي عن سحب الإمارات جزءا من قوتها في اليمن بسبب ارتفاع حدة التوتر في منطقة الخليج بين إيران وأمريكا، ودخول الإمارات على الخط بعد استهداف 4 سفن في مينائها وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة أقلعت من أراضيها. وتنقلت الوكالة عن دبلوماسيين اثنين قولهم إن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن، وهما من أكثر المناطق التي توجد بها قوات إماراتية. نهاية الخبر. ادعمنا بزر الإعجاب. دمتم في أمان الله.